إذا الممانعة لا زالت مستمرة وفتحت البوابات على بركة الله تعالى في الشوط السادس على جائزة فرحان السعود من أهالي الرياض رحمه الله، واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه بعد استبعاد هادف ونمر عقاب والجياد المنتجة محليا عمر 4 سنوات فأكثر جميع الدرجات تتنافس فيما بينها على جائزة فرحان السعود من علامة 2000 متر وقيمة الجائزة 78,000 ريال. ونصير في المقدمة الآن مع محاولات من ظبي الرفاع، نصير لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيادة بدل الجاين، والمركز الثاني لظبي الرفاع مع محاولات من مهاوش الآن لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز لانتزاع المركز الثاني من ظبي الرفاع الآن، ولا زال نصير في المركز الأول مع محاولات كذلك للدخول من شهد شقران وبقية الجياد المشاركة في هذا الشوط والتنافس المثير لإضافة انتصار إلى الانتصارات الموجودة في سجلها في سباقات الفروسية السعودية. نصير يحافظ على المركز الأول وظبي الرفاع الآن يخطف المركز الثاني وتأخر لمهاوش المرتبة الثالثة، وتقترب الجياد من المنعطف الأخير مع محاولات كذلك للدخول من المتسلسل وبقية الجياد المشاركة في هذا الشوط ونهاية المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، ونصير يتقدم مع محاولات كذلك للدخول من البقية والتنافس على شدة بين الجياد المنتجة محليا عمر 4 سنوات فأكثر، ومحاولات كذلك للدخول الآن من دحام المتسلسل ونصير. إذن دحام صاحب المركز